بارك الله. في سؤال تاني بعد إذنك. الأمر أشكل عليا فقط. الإمام البخاري عقد ما بين من أسلف فليسلف في كيل المعلوم ومن أسلف فليسلف في وزن المعلوم. إيه الفرق يعني بين الكيل والوزن؟ هو بس في الكيل وحدة وزن، عفوا الكيلو وحدة حجم، والميزان وحدة وزن، بس واحد يعني. انت عارف المكيال والميزان ولا ما تعرفش؟ لا انا اعرف وزني يعني مثلا. لا انت سبحان الله، وادي من الافات في زمننا ان الناس لا تعرف الكيل. بسم الله. اعلم ان البيع له صور. اما اننا ابيع لك في صح هنا يا جماعه، ماشي خلاص مش مشكلة. عندك صاع يا عبد الرحمن؟ نعم ها؟ في وحدات البيع إما بالكيل أو بالميزان أو بالقياس أو بغير ذلك. في مثال ذلك مثلا، أنا ممكن أبيع شيء بالوزن الكيلو بخمسين جنيه، وممكن أبيع شيء بالمكيال، يعني أمر مل هذه الكوب بعشرة جنيه، فبيعت هنا مش بالوزن، بماذا؟ بالحجم، مظبوط كده؟ بالمقدار. ايه بالمقدار، اي مش مشكلة، المهم انك تكون فهمت. ففي بيع بالكيل وبيع بالميزان، في اشياء توزن واشياء تكال. بس نعم الايام هذه الوزن غطى على كل شيء، لكن ما زالت هناك صور اخرى للبيع، صور اخرى للبيع. منها مثلا ابيع بالمكيال، اقول حجم هذا الكوب عصير قصب كم بكذا. شوف يا اخي هذا الصاع، هذا الصاع، شوف الصاع كده. ففي ناس تبيع بالكيلو وناس تبيع بالصاع، يقول لك الصاع ده بكم؟ 50 جنيه، مليان رز ب 20 جنيه كده، يبيع بالصاع، فاهم؟ وفي ناس تبيع بالكيلو. فالرسول يقول من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم في صنف معلوم بثمن معلوم. ما معنى هذا الكلام ليس فوزير؟ معنى هذا الكلام الآتي: أنا أريد أن أشتري منك طن رز، طن وزن، الرز مصري، مصري حبة عريضة، وصفت الرز وصف كامل، فحددت الوزن طن، حددت الصنف رز، تسلمها لي في واحد رمضان ثمنها 1000 جنيه، خذ ال1000 جنيه. يعني أنا الآن أسلفت أعطيتك 1000 جنيه، ولي عندك طن رز موصوف وصف كامل، أخذه في واحد رمضان. فهذه صورة من البيع اسمها السلم، مستثناه من لا تبع ما ليس عندك. فهمت؟ فهمت. الله يزيدك فهما يا رب.